بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نبدأ بشرح أهم إعدادات مايكروسوفت وايت بورد، وهنبدأ بالقلم النشط. عندنا احنا هنا نضغط على إعدادات، وهنضغط على أكتف بن أو القلم النشط، هتبدأ يظهر لي أهم مميزات وخواص القلم النشط. نجد عندي 6 أقلام، لو ضغطت على أي قلم كليك شمال هتبدأ تظهر لي ألوان مختلفة، أقدر أغير لون القلم. كذلك بيوجد 4 أحجام لسمك الخط، أطلع منها أجي أكتب أي كلمة، أبدأ ألغى السبورة تتحرك، أرجع على أكتب بن ألغي التنشيط وأفتح وأضغط على اللي هو رمز القلم اللي هو سويتش تو إنكينج مود، اللي هو قوم بتبديل إلى وضع الحبر. أنا أكتب بالحبر وأبدأ أكتب. بعد كده بعد الأقلام بجد قلم تمييز أو تظليل فسفوري بألوان مختلفة، برضو هبدأ ألقى ألوان مختلفة، وهجد برضو أحجام مختلفة. لو ضغط عملت تظليل كده، بعد كده عندي المساحة أو الممحاة، لو ضغطت ضغطة واحدة تبدأ المساحة تمسح جزء جزء. لو أنا عاوز ألغي السبورة أو أحذف السبورة، أمسح السبورة بالكامل، أضغط لغاية ما تظهر كلمة كلير، يعني تنظيف السبورة، أو أجيبها برضو من الإعدادات، آخر إعداد من تحت رمز السلة كلير اللي هو تنظيف السبورة. لو ضغطت عليها كده أدي مسح، امسح لي السبورة بالكامل. بعد كده لو ضغطت على سهم ده اللي هو إندو تراجع، هيرجع لي الوضع الأولاني. لو ضغطت على السهم الثاني هيعمل إعادة، وهكذا. وبكده نكون عرفنا أهم خصائص ومميزات القلم النشط، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.